قصة مثل لكل جواد كبوة. كثيرة هي الأمثال العربية التي احتوت على أسماء الخيل العربية، ولكل جواد كبوة تعني أن الحصان القوي الصلب الممتلئ حيوية ونشاط قد يتعثر في عدوه فيسقط على الأرض لسبب ما، ويضرب هذا المثل للرجل الصالح يسقط السقطة، ويقال لكل حسام نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل حليم هفوة، ولكل كريم صبوة. لكن ابن القرية بن قيس هو أول من قال لكل جواد كبوة، وهو أعرابي أمي فصيح مفوه، برع في الخطابة حتى صار يضرب المثل به، فيقال أبلغ من ابن القرية. وقد شهد له بالتفوق في الخطابة علماء كبار منهم الأصمعي، وكانت له درر عن الخيل العربية. وصف يوما فرسا فقال حسن القد أسيل الخد يسبق الطرف ويستغرق الوصف، أي يجمع كل الأوصاف الحسنة. عاش ابن القرية في زمان الحجاج، وحدث أن تعكرت علاقته بالحجاج لأمر ما، فعمل ابن القرية على تلطيف الأجواء، ودار بينهما نقاش كثير، فقال فيما قال للحجاج: إن رأيت أن تأذن لي بكلمات أتكلم بهن يكن بعدي مثلا. قال الحجاج: هاتهن يا ابن القرية. قال: أيها الأمير، لكل جواد كبوة، ولكل شجاع نبوة، ولكل كريم هفوة. ثم أنشد قائلا: أقلني أقلني لا عدمتك عثرتي، فكل جواد لا محالة يعثر، لعمري لقد حذرتني ونعيتني، وبصرتني لو أنني كنت أبصر، ليالي سهامي في اليدين صحيحة، ألا كل سهم مرة يتكسر. وأحسن ما يأتي امرؤ من فعاله تجاوزه عن مذنب حين يقدر. هل استخدمت